بكره يمكن خلاص لجنه الحكام حددت بشكل رسمي حكام مباريات الغد. بكره في ثلاث مباريات، الاهلي هيلاعب المصري وكمان الزمالك هيلاعب المقصه، فالاطقم التحكيميه تم تعيينها منذ لحظات قليله امير. طيب يعني اطقم تحكيميه اكيد تم الاعلان عنها من قبل الاتحاد المصري لكره القدم ورابطه الانديه المحترفه كمان تحديدا. فالاهلي طاقم الحكام زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه هيكون محمود عاشور حكم ساحه، هيعاونوا كل من يوسف البساطي ومحمد محمود لطفي وصبحي العمراوي، وفي الفيديو هيكون كل من محمد الحنفي ومحمود ناجي في كحكام فيديو. اما حكام مباراه الزمالك وبيراميدز قوله لهم كده يا محمد. ماتش المقصه والزمالك، المقصه وصاحب المباراه هيتلعب المباراه على استاد الكليه الحربيه الساعه 9:30 ايضا في نفس توقيت مباراه المصري والاهلي، وهيقود المباراه محمد الصباحي. طبعا محمد الصباحي مش حكم دولي لكن هو هيقود هذه المباراه، معاه مساعد اول هاني عبد الفتاح، مساعد ثاني عمر فتحي، حكم رابع ابراهيم محمد، وفي الفيديو محمود بسيوني، ومساعد حكم فيديو خالد حسين. بيراميدز كمان يا امير. بيراميدز قولهم عشان هم مش قدامي يا محمد. بيراميدز والمحله الماتش على استاد الدفاع الجوي ايضا في نفس التوقيت الساعه 9:30، هيقود المباراه حكم ساحه السيد منير، يمكن اول مره اقرا اسمه او اسمع عنه، نتمنى له التوفيق ان شاء الله في هذه المباراه. مساعد اول خالد السيد، مساعد ثاني اسلام ابو العطا، حكم رابع احمد ناجي، حكم فيديو السيد شعبان، ومساعد حكم فيديو علاء صبري. نتمنى لهم يا رب كلهم كل التوفيق ان شاء الله، لان يعني السبوت دايما بيكون على الحكام والاخطاء بصراحه يعني بتبقى ملحوظه بشكل كبير على مدار مباريات كتيره سواء السنه دي او السنوات السابقه. نتمنى ان يكون في تطور في مستوى التحكيم المصري بشكل عام. لكن خلينا نقول قائمه النادي الاهلي اللي اختارها مستر بيتسو موسيماني لمباراه الغد امام المصري. في حراسه المرمى كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في خط الدفاع محمود متولي العائد وموجود في القائمه بتاعه الماتش اللي فات كمان قدام الاتحاد لكن ما شاركش، اكيد مشاركته هتاخد بعض الوقت يعني خصوصا ان الاصابه كانت لفترات طويله. ياسر ابراهيم المميز ومتالق جدا على مدار فتره كبيره فاتت، حسام حسن موجود، وايضا ايمن اشرف ومحمد شريف وحسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، ومحمد مجدي قفشه، علي معلول، بيرسي تاو، ومحمد عبد المنعم، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني اللي احرز هدف اكثر من رائع وهدف الفوز امام الاتحاد السكندري، واحمد عبد القادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد اشرف بكري. حمدي فتحي ممكن التساؤل يكون عليه كتير شويه ليه مش موجود في القائمه، هي يعني وجهه نظر من الجهاز الفني في اراحه حمدي المجهد نسبيا بسبب يعني تعدد المشاركات سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب الوطني في ماتشين كانوا صعبين جدا، ماتشين السنغال الواحد بصراحه مش عايز يفتكرهم. لكن في كل الاحوال ايا كان مين اللي هيكون موجود بكره في تشكيله النادي الاهلي الاساسيه او الاحتياطيه باذن الله يكون موفق في هذه المباراه وتكون ثلاث نقاط أكيد جديده اضافيه في رصيد النادي الاهلي في هذه البطوله. طيب هي طبعا الناس بتسال فين طاهر، فين محمود وحيد، فين حمدي فتحي، ما تستعجلوش بعد شويه هيكون معانا زميلنا محمد توفيق من اسكندريه نعرف منه كل التفاصيل والغيابات وفكره كمان ضم زياد طارق ومحمد فخري ومحمد اشرف في الفتره اللي جايه. طيب لما يكون معانا توفيق هنتكلم.